تمارين حل الكل ما يأتي إلى العوامل وتحقق مصحة الحل. طيب هاي سهلة، بنقدر ناخذ هنا الألف عامل مشترك، ما فيش إشي ثاني. إذا بنكتب هنا بين قوسين ألف ناقص 2 باء زائد 12 وال 24 بنقدر ناخذ 12 عامل مشترك. الألف هنا عندنا الباء تربيع بنقدر ناخذها عامل مشترك لأن الأقل. لما نقسم 12 ألف باء تربيع بصير عندنا ألف فقط زائد بصير ناقص، عفوا لأنه ناقص هنا بالنص، 24 تقسيمها فيها 2 هنا باء. لاحظ ألف ناقص 2 باء تكررت، إذا بناخذ ألف ناقص 2 باء نفتح قوس بصير ألف زائد 12 باء تربيع. هيك بكون أنا خلصت التحليل. يلا ننتقل على اللي وراها. نقدر ناخذ اول حدين مع ثاني حدين، لا بس ما هو اثنين والكاف فيش فيها حد، ممكن تزبط، لا خليها اعتبرها هي حد. بصير. يلا خذ التسعة وخذ النون عامل مشترك، بضل عندي كاف ناقص اثنين. كويس. طب هون ناقص اثنين زائد كاف مش هي نفسها زائد كاف ناقص اثنين؟ خلص اذا كاف ناقص اثنين خذها عامل مشترك وافتح القوس، بضل عندنا 9 نون زائد 1. هيك بكون انتهت. فكروا فيها كيف. شو رايكم بدي اخذ الاولى مع الاخيره والثنتين الوسط مع بعض؟ بصير. يلا خلينا احلها بسرعه بس. السبعه وال28 باخذ السبعه عامل مشترك. الفا والفا باخذ الفا عامل مشترك، بفتح القوس بضل عندي لام زائد 1، لا زائد 4، لانه 28 تقسيم 7 في 4. زائد يلا هون بدي اخذ التسعه عامل مشترك. باخذ الهاء عامل مشترك، بتم عندي لام زائد 4. الان بدي اخذ اللام زائد 4 عامل مشترك، شو بضل عندي؟ 7 فاء زائد 9 حاء. هيك بكون انتهيت من التحليل. يلا السؤال اللي بعده، ايش طالب مني هون؟ بدي انا احلل هاي. والله مني صعبه، ولا صعبه ولا شيء. خذ اول حدين مع بعض وخذ ثاني حدين مع بعض. يلا هون بيطلع عندك خد سين عامل مشترك، ايش بيتم عندي؟ سين اس نون ناقص 1 ناقص 9. اوكي؟ الان خذ هون سالب، خليها موجب، يعني خلي 81 ناقص 9 نون. بدنا ناخذ التسعة عامل مشترك، بضل عندي سالب نون زائد 9. لاحظ هون ما في شيء مشترك. ما في شيء مكرر اللي اقدر اخذه. يعني ممكن يكون هاي فيها خطا في الطباعه مش عارف انا، بس هي مكتوب سين اس نون ناقص 9، يعني حسب ما اخذنا هيك شكله ما في شيء اقدر اسويه اكثر من هيك. اخذنا سين ما بقدرش اسوي اكثر من هيك. طيب لو غيرنا، نجرب نغير نشوف ايش بصير معنا لو حللنا بطريقه مختلفه. هو هاي سين اس نون، لا يكون هي قصده سين نون، اتوقع في خطا طباعه، اتوقع هيك المساله لازم تكون سين نون ناقص 9 سين ناقص 9 نون زائد 81. نعم عدلوها بهذه الطريقه، سين نون مش سين اس نون، ما فيها خطا. الان لو اخذنا سين عامل مشترك شو بضل عندي؟ نون ناقص 9 زائد، خليها زائد، خليها زائد انا عمدا، بضل عندي هون بدي اخذ التسعة عامل مشترك بصير سالب نون زائد 9. شوف هون نون ناقص 9 وهون 9 ناقص نون، هو ناقص نون زائد 9 هي نفسها ايش؟ 9 ناقص نون. هاي مرت معانا سابقا انه بناخذ السالب عامل مشترك، اذا بقدر اعيد كتابتها بهذه الطريقه، نون ناقص 9 ناقص 9 في نون ناقص 9. خذ النون ناقص 9 عامل مشترك، بضل عندي سين ناقص 9. اذا هيك تحلت المساله بشكل الكامل. اكيد يعني فيها خطا طباعه، هاي مليون بالمية. يلا نيجي على اللي وراها. خلينا ناخذ اول حدين مع بعض. اوه هاي كبيره هاي، ولو اخذنا معهم كمان الاربعه، والله خلينا نفكر هيك، يعني بجوز اخذ ثلاث حدود مع بعض او كل اثنين مع بعض. لا انا بدي اخذ كل اثنين مع بعض، بدي اخذ هيك بدي اخذ هيك. يلا خلينا ناخذ السين عامل مشترك والصاد عامل مشترك بين اول حدين. لما تاخذ السين والصاد عامل مشترك ايش بضل عندي؟ بضل عندي داخل القوس سين زائد 3. خدنا سين صاد عامل مشترك، من هون اخذنا
سين وصاد بصير عندي هون سين بستان وهون زائد ثلاث، مزبوط زائد. يلا من هون بدي أخذ اثنين سين عامل مشترك، إيش بتم عندي؟ بتم عندي واحد زائد اثنين صاد. شوف ما فادتني كثير، أنا هسه لو بدي أخذ عامل مشترك مش راح أقدر آجي. زائد 12 والثمانية بقدر أخذ أربع عامل مشترك، أو أيوة بصير عندي هون ثلاثة صاد زائد اثنين، ولا واحدة زبطت. إذا هذا التحليل غير مقبول. طيب نطلع على هاي، إذا لاحظوا هاي عملية ما زبطت معي أخذ كل اثنين مع بعض. طب شو رأيكم نطلع عليهم بطريقة مختلفة شوي هالمرة؟ هذا سؤال صعب. نأخذ ثلاث مع بعض، ثلاث مع بعض، شو بصير معنا؟ يلا شو رأيكم هون إيش نأخذ عامل مشترك؟ السين تربيع سين سين، إذا نأخذ سين عامل مشترك. شو بتم عندي؟ خلاص ما فيش إشي ثاني نأخذه عامل مشترك، بضل عندي افتح قوس سين تربيع صاد تقسيم سين بضل سين صاد زائد ثلاثة صاد متقسم ثلاثة سين صاد تقسيم سين بضل ثلاثة صاد زائد اثنين زائد. يلا خذوا لي أربعة عامل مشترك هنا من القسم الثاني، هاي أربعة عامل مشترك افتح قوس بضل عندي سين صاد زائد ثلاثة صاد زائد اثنين. طب راقبوا لي هنا، لاحظوا إنه هذا القوس كله نفسه موجود مرة ثانية هون، إذا بقدر أخذ القوس كله عامل مشترك سين صاد زائد ثلاثة صاد زائد اثنين وافتح القوس بتم عندي سين زائد أربعة، هيك بكون حللت.